حضور حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى واحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. أقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفلا كبيرا بقصر سموه بالرفاع بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين التاريخية لمملكة البحرين، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول وأصحاب السمو الملكي الأمراء والوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين وعدد من أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن زيارة خادم الحرمين الشريفين زيارة كبيرة من قائد كبير تجسد علاقات أكبر وتشريف غال يزيدنا اعتزازا، لأنه جاء من زعيم عال في مقامه إقليميا ودوليا، وأن زيارة خادم الحرمين الشريفين توقيتا ومكانا غمرتنا بالاعتزاز وتركت أثرا بالغا في نفوسنا. فالمملكة العربية السعودية سند للجميع، وقوتها قوة لنا ورفعتها رفعة لنا، ونعيد ونكرر أن من يحب بلاده يحب السعودية، فهي السند والعضيد والنصير. مضيفا سموه أن زيارة خادم الحرمين الشريفين مناسبة مباركة في بيته وبين أهله ومحبيه، فالعلاقات البحرينية السعودية أسست على بنيان قوي لا ينهدم، وحضور خادم الحرمين الشريفين شرف كبير لأنها تبني على العلاقة المتينة التي بناها الآباء والأجداد. فالبحرين والسعودية مصير واحد، لأننا شعب واحد تجمعنا أواصر القربة والمحبة والألفة تحت البيت الخليجي الكبير. وأضاف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن حزم وعزم خادم الحرمين الشريفين لم يترك المجال للمواقف الضبابية فيما يهدد الأمن والاستقرار، فشكرا لمواقف خادم الحرمين الشريفين وللمملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاحتفاء بزيارة خادم الحرمين الشريفين، رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضيف البلاد الكبير وزيارته التاريخية إلى بلده الثاني مملكة البحرين، مؤكدا سموه أن مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا يكنون للقائد العربي الفذ والزعيم الإسلامي البارز كل التقدير والاعتزاز لمواقفه المشرفة تجاه مملكة البحرين ولدوره الرائد والمحوري في نصرة الحق والعدل. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على عمق ومتانة العلاقات المتينة والراسخة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وما تشهده من تطور عبر تاريخها العريق والذي ازداد اليوم تألقا وازدهارا في ظل الرعاية التي تحظى بها من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين. وشدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أن المملكة العربية السعودية الشقيقة غدت اليوم الملجأ والحضن لكل العرب والمسلمين بفضل المبادرات والقيادة الفذة لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدا سموه أن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية عزز التضامن العربي وجعل أصحاب التدخلات والمؤامرات يدركون بأنهم أمام قوة شامخة وبنيان مرصوص يقوده عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تمثل قلعة العرب وحصنهم المنيع ومرتكزا لأمن واستقرار المنطقة، لما تبذله من جهود كبيرة من أجل الدفاع عن المصالح العربية وتوحيد كلمة العرب والمسلمين بما يخدم مصالح الأمة ويحفظ لها مكانتها. وشدد سموه على أن الذاكرة العربية والإسلامية ستظل تستذكر بالتقدير والعرفان والإجلال المواقف التاريخية المشرفة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وحسمه وعزمه الذي تصدى للأطماع التوسعية في المنطقة وقطع الطريق أمام مخططات الفوضى ليقود حفظه الله بكل حسم التحالف العربي الذي رسخ هيبة الأمة وحفظ لها كرامتها ويبث الأمل في مستقبل
مرفوض فيها أن تستباح الدول العربية أو أن يتم العبث بأمنها واستقرارها، داعيا سمه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وينعم عليه بموفور الصحة والعافية لمواصلة العطاء من أجل وطنه وأمته. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الفرح العارم الذي اجتاح مملكة البحرين على المستويين الرسمي والشعبي وفي مختلف وسائل التعبير يعكس ما يكنه هذا الشعب للزعيم العربي والإسلامي الكبير من مودة ومحبة. وبحضور صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، أقام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مأدبة غداء كبرى تكريما لضيف البلاد الكبير خادم الحرمين الشريفين، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول وأصحاب السمو الملكي الأمراء والوفد المرافق لخادم الحرمين الشريفين وعدد من أصحاب السمو وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين بالمملكة. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله عن بالغ الشكر والتقدير لأخيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما لقيه من حفاوة بالغة عكست بصورة جلية النموذج الفريد الذي تمثله العلاقات البحرينية السعودية. وخلال الحفل ألقيت قصيدة شعرية للترحيب بخادم الحرمين الشريفين، كما أقيمت بهذه المناسبة العرضة البحرينية. وقد تزينت الشوارع باللافتات الترحيبية بزيارة خادم الحرمين الشريفين، واصطف المواطنون والطلبة على طول طريق موكب خادم الحرمين الشريفين، مما يقدم صورة حية لمكانة القائد العربي الكبير في قلوب أهل البحرين الذين سيظلون يذكرون دوما لخادم الحرمين الشريفين مواقفه المشرفة تجاه البحرين.